انها جزء من الامه العربيه ومن الامه الاسلاميه، ولكنها برضو جزء من القاره الافريقيه. تقرير ذا ايكونومست بيستعرض انه ازاي، وبيكلم عن انه ازاي بعد عقود من تجاهل افريقيا مصر تعود للقاره مره تانية. التقرير بيستعرض انه ازاي في عشرات السنين اللي فاتت وايام الرئيس الاسبق حسني مبارك تم تجاهل القاره الافريقيه بعد محاوله اغتياله في اثيوبيا، ازاي انه القاره الافريقيه بيرجعها مره تانيه النظام المصري لاحضانه. بيتكلم التقرير عن انه ازاي الرئيس السيسي عينه على جذب الاستثمارات من الخارج، ولكن في نفس الوقت بيعمل التوازن بانه لا يغفل القاره الافريقيه. بالرغم من انه شفنا ازاي انه بعد عزل وخلع محمد مرسي من الرئاسه انه القاره او المنظمه منظمه الوحده الافريقيه وقفت او جمدت العضويه المصريه لمده سنه، انه ازاي حسب برضو التقرير ان ده كان بيعتبر تجاهل لحجم المخاطر اللي كانت بتحيط بمصر واللي كانت موجوده داخليا مع وجود نظام الاخوان المسلمين على راس الحكم. التقرير بيتكلم عن دور مصر، ازاي انها كان ليها دور في ليبيا، ازاي انها ليها دور موجود كمان في القاره الافريقيه، بيتكلم عن حتى السد الاثيوبي اللي هيتم انشاؤه، وبيتكلم عن ان مصر مصممه بخلق فرص استثماريه في قلب القاره الافريقيه وانها تستعيد دورها مره تانية في هذه القاره. تقرير كان لطيف، وبيكمل كمان التقرير الثاني ومقال وول ستريت جورنال، وبيؤكد لنا ان احنا عندنا القدره بان احنا نعمل التوازن ده، نكون جزء من الامه العربيه، نكون كمان جزء من الامه الافريقيه. آخر خبر في الصحافة الأجنبية هو غلاف مجلة تايم الأمريكية. مجلة تايم الأمريكية بغلافها أثار جدل داخل الولايات المتحدة بشكل كبير. الغلاف قدامكم، ويعني يا ريت حضراتكم تركزوا معنا فيه. الغلاف بيظهر صورة سلوات لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون مرسومة بالظلال على خلفية زرقاء، وبيتطرق لأزمة الإيميلز الأخيرة المسربة واللي فضحت مراسلات لهيلاري كلينتون، وقالت انها لم ترسل اي ماده سريه لاحد خلال توليها سابقا لمنصب وزيره الخارجيه. واثار كشف استعمال كلينتون حصريا لحساب شخصي وهي على راس الخارجيه الجدل في الولايات المتحده، وطلبت نشر رسائلها بعد مراجعتها. الغريب بس في الغلاف ان راس هيلاري كلينتون زي ما حضراتكم شايفين متداخله مع حرف ام اللي موجود في ضمن اسم مجلة تايم، وبحيث انه يبدو وكأن فوق راسها قرنين او قرنين اشبه بقرون الشيطان. يعني محاولة رمزية في الغلاف لقت طريقها لتعليقات القراء الامريكيين اللي ما اغفلوش الملاحظة، وحولوا غلاف تايم لمادة سخرية واسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس اعتقدت انه في نظريه المؤامره، واعتبرت انه في اشارات في الغلاف، وعملوا زي مسابقات بتسال مين اخذ باله من حاجه غريبه في الغلاف ده. ومن الاجابات الطريفه ان في ناس بتقول مش ناقصها غير ديل الشيطان طبعا. دي كانت يعني ابرز الاخبار اللي وقفنا عندها في صحافه اليوم. اخر حاجه بس بنقولها لحضراتكم، ناموا وانتم مبسوطين، ناموا وانتوا عندكم امل في بكره انه ان شاء الله هيكون احسن. بكره هيكون معاكم في جوله الصحافه اليوم زميلي محمد الدسوقي رشدي. صباحوا على خير.